اللي كنت كنت برومس انفنتشر لهذا اللي هو الوعد متاح للوعود يعني تمام ولا بيسموه ان كومبتد المنزول الحكم هذا لن ينتج لن ينتج لديك الا اذا كان في فارق كبير ما بين الفوركاست والاكتشوال ديماند تمام وهذا يجب ان نشوف دائما المدخل قلنا دائما شوف المدخل هنا للموضوع هنا للاجريت بلاننج وما يترتب عليه من ام بي اس وكذا ان يكون الفوركاست حقا دقيق شوف الشباب ان الفوركاست يكون دقيق اذا كانت الفوركاست غير دقيق ثق تماما انه النادي الحلقه الدقائق سترتفع بشكل كبير تمام طيب في عندك مثال هنا شبيه بما عملناها اتمنى انه كمان تخلوه اذا في عندك اي مشكله ممكن انه نحلها مع بعض بيبقى لنا اخيرا اللي هو اخر موضوع نتكلم عليه واخر سلايد اللي هو المانجمنت او اداره العائد تمام انا قصد ماكسمايزنج ريفينيو باي يوزنج استراتيجي اوف فاليو برايس يعني عباره عن اسلوب لزياده الارباح بواسطه شو يستخدم استراتيجيه تغيير السعر البرايسز ار سيت ريلاتيف تو كاباسيتي افايلابيلتي يعني طبعا ويعني انه وكذا يعني يعتمد على القدرات المتاحه لديك during periods of low demand price discounts are offered دائما لما يكون في عندك انخفاض في الطلب اعمل انت العروض السعريه المغريه بحيث انك تشوف تزيد الانتاج اعتقد هذه الشركات كذا بتكون في انخفاض في الانتاج لاي حاجه يبغى يعمل على العروض الفترات اللي يحصل فيها انخفاض وديورينج بيريودز اوف بيك ديماند لما ارتفع هذا وانت تشتري انك هذه من وسائل التحكم بايش؟ من وسائل التحكم بالطلب. الطلب منخفض في فتره معينه فعشان اخلي الطلب لانه اذا انخفض الطلب معناته مبيعاتها قلت معناته قد تعجز عن سداد الرواتب معناته انه الكميات اللي تنتجها بالمخازن يعني تبدا تتضخم تزداد وبالتالي كل بتزداد عليه. فانا بتحكم بايش؟ اخلي الطلب يعني يرتفع فبعمل شو؟ العروض التمويليه هذه. During periods of big demand لما يكون الطلب مرتفع مره وانا ماناش قادر الحق على الطلب الان برفع السعر حتى انه اخلي الكسبه يعني يقل فرقهم شويه حتى اتحكم من وسائل التحكم بايش؟ الطلب. Users of yield management include يعني اللي بيستخدموا الاسلوب هذا اللي هو اداره العائد يشملوا شو؟ المؤسسات الخدميه والكثير من الشركات الانتاجيه، في بعض الشركات الانتاجيه ما تلقاهاش مش بحاجه لها مثلا زي شركه انتاج سياره تشتغل تعمل حاجه زي كذا. لانه اصلا ما كان في عندك انت البيك ما فيش بيك، قد يكون في عندك اللو تمام. فهنا حتى باللو هنا بيكون غير مكلف يعني مكلف كثير كم مش تعمل ديسكاونت يعمل ديسكاونت على فكره لكن يكون حاجه بسيطه ما هيش حاجه تخلي الناس يشوفوا اللو بيقول على شراء سياره لكن المؤسسات الخدميه معظم تعمل ايرلاينز مثلا يعني الحين لما تسافر مثلا للقاهره بالصيف نفس الشتاء السياحه اقل من ذلك خطوط الطيران بتكون اكثر انشغالا مثلا بالصيف بينما بالشتاء تعال سافر ممكن ينخفض سعر التذكره الى النص صح ولا اذا قلت تحجز من الان الى بعد سنه بالمواسم سعره بيكون اقل بالمواسم يكون مرتفع السعر تمام كذلك بالمطاعم بالهوتيلات تمام بالهوتيلات تدري بالعشر الاواخر من رمضان مثلا في الهوتيلات الخمسه بيكون مطلع على الحرم ممكن تدري انه سمعت انه يوصل سعر الغرفه الواحده بالليله الى 70,000 ريال 70,000 ريال 70,000 نتكلم على 20,000 ما ادري مدى صحة الكلام هذا لكن اعتقد انه في العشر الاواخر من رمضان يكون سعر كبير جدا وفي ايام الكساد منخفض ممكن الى 2000 3000 ريال. الجناح؟ نعم ممكن الجناح تقريبا. كيف الغرفة تطلع على 500؟ 500 ايش؟ احنا نتكلم على 500 على 70,000 لا لا هذا المطران فعلا لا 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 على الحرم صلي من الغرفة الساعة ها؟ غرفة الساعة ممكن تغير وقال انه الغرفه بعدين تطلع على 5 الى 7 5000 5000 بل يعني شوف اسعار خرافيه يعني هذه بالنسبه لي يعني قد ما
بتقول ايه؟ الخلاصه، خلاصه الموديول هذا الاجريجيت بلان استابليش جنرال ليبلز اوف امبلويمنت اوت بوت اند انفنتوريز فور بيريودز اوف 2 to 12 months. In the spectrum of planning, it falls between the broad decisions of long-range planning and the very specific and detailed short-range planning decisions. It begins with an overall forecast for the planning horizons, the horizon, and ends with the preparation for applying the plans to specific products and services. هو يعني تخطيط متوسط المدى يتراوح ما بين الشهرين الى 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 12 شهر. تمام، بتقوم في كل المدارات المتوسطه كده يعني الغرض منه انه كخطوه يعني متقدمه للجدول الرئيسي اللي بيوضح لك نشوف انه بيضع من خلال الجدول الرئيسي هذا بيضع يشوف الخطط التفصيليه لكل مده على عارف. تمام، نلتقي ان شاء الله يوم ال اثنين. دكتور، مش اسايمنت مجهز ولا شيء؟ ليش؟ اسايمنت مجهز.